بسم الله على بركة الله. اليوم نعطيكم إن شاء الله وصفة زينة وسريعة في التحضير ونتيجتها ناجحة 100% وتعطي طعم زين. هاي الوصفة هي طرقات ديال الفلفل الحارة بدون ماء بطريقة مبسطة. بالنسبة للطريقة شن هي؟ القدر اللي بغينا من الفلفل الحار، الملح، فصين ثوم او اكثر اللي بغينا، باش ما بغينا نسمو هاد الفلفل نسموها، بغينا نسموها باكليل الجبل اللي هو الزعتر اللي هو اليازير او الزعتر او اي عشبة اخرى بغينا نسموها. احنا احرار في طريقة التنسيم. اذا عندنا الفلفل الحارة، عندنا الملح، وعندنا فصين ثوم، عندنا قطع ديال الحامض، وعندنا قارورة اللي عقمناها مسبقا. راني عطيتكم الطريقه في الفيديو اللي طرحت لكم ديال خضر معلبه. وعندنا الزيت الحر، زيت العود، الزيت البلديه. هذا الزيت هي اساس هاي الوصفه. الطريقه شنهي؟ كنقبضوا الفلفل ديالنا عاد منين غسلناه، طبعا نظفناه، كنرشخوا فيه الكوردون، كنستفوه في القاروره ديالنا، في القرعه ديالنا اللي عقمنا طريقه طوليه، وكان هذا نستفوه ونستفو معاه الحامض والثوم حتى هو كان نعملو فيه ثقوب، نعدلو فيه ثقوب باش يطلق لنا النسمه. والملح انا غنستف الفلفل اللي عندي ونرجع لكم ان شاء الله. عقب منين حشيت القرعه ديالي بالفلفله اللي هرتو، عدلت معها الحامض، عدلت معها الثوم كيف شفتو، والملح اللي نملاها بالزيت البلديه، ونقفل عليها وخليها تترقد على خاطرها. اذا غنعمر انا هذه ونرجع لكم. اذا كنملى البوش ديالي بالزيت العود الين يلحق لي اسمه ونغطيه. انا هون المطايه كيف كنقول لكم دائما لانها بها حديد، كنخاف ينزل شي صدا ولا شي ما هو صالح لهذا. كان نعدلها السلوفان ونغلقها باحكام صافي. كنخليها عندي بحال هذا الشكل، هذا كنخليها عندي مده 15 يوم ونخدم بها. شنو اللي نقول لكم؟ 15 يوم نخدم بها. بالنسبه للزيت اللي فيها راني ما كنضيع الزيت فيها، كنخدم به الحوت والمسائل اللي حاره، لهاد الوصفات اللي كنخدم بهم مسائل حاره زيت طبيعيه وعاديه كنعاون بها. واذا الا عجبتكم الحلقه ديال اليوم ديروا لي جيم للحلقه وديروا ابوني لاشين ديالي، واني بكم ومهباس.